بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نواصل في الوحدة التاسعة في درس واز وزنت وير ويرد جاكيت معناه راجع راجعت. complete the sentences with was wasn't where weren't. يعني أكمل الجمل ب was أو wasn't where أو weren't. Number one, where was your father born? Where was your father born? هنا استخدمنا was لأنه بنسأل عن مفرد اللي هو your father. Your father اللي هو مفرد. Number two, when were your parents born? هنا الجميع your parents جميع عشان كده استخدمنا متى ولد والدي. Three, my parents weren't both born in 1961. والدي لم يولدا الاثنين معا 1961 معناها تولدوا في تاريخين مختلفين. My father was born in 1961. أبي ولد 1961. And my mother was born in 1963 ووالدتي ولدت 1963. Four, I was on holiday in Syria in 2008. كنت في إجازة في سوريا سنة 2008. Five, سؤال عشان كده نبدأ بفاز. Was he at home yesterday? هل كان بالمنزل بالأمس؟ الإجابة No, he wasn't. نستخدمنا هذا السؤال wasn't الإجابة المنفية. Six, were you at work yesterday? كنتم بالعمل بالأمس؟ Yes, we were. نستخدمنا where في السؤال where في الإجابة لأن الإجابة بيس نستخدم فيها where. Seven, were they at school yesterday morning? كانوا في المدرسة أمس الصبح؟ No, they weren't. هنا الإجابة بـ no من استخدام